خير. شو بده بيت العقور منك هيك على بكره الصباح؟ بدهم يجوزوا ابنهم، عقبال عندي وعندك بعد ما نشيل هالهم الرابس على قلوبنا. بالهنا ان شاء الله. وين واحد منهم؟ لؤي هذا البغل ولا الثاني محمود الدب؟ لؤي البغل؟ بدي احكي له للؤي انك عم تقول عنه بغل. اخي لك احكي له، ما هذا اللي هرب من الضيعه وهج لانه ما فهني ولا وحده قبلت فاه. ليش الواحد الله بيبعث له الرزق غير اذا هج من الضيعه؟ عم يجيبوا كل وحده من برات الضيعه بتقول له للقمر كش تقعد محلك، والله ام الطنافس بدها مليون سنه ما بتخلف مثلها. اي ومن هالجر بان القبلانه فهني بالله، اشو جايب صبوحه الشحروره؟ اسمعوا لها الشوفه. ولك عم يقولوا عنا ملكة جمال، ملكة جمال، وقال أهلا شي فخمة كتير. لكن يا عمي لكن اللبطة القوية ما بتجي للمجحش الضعيف الأخرى. شو على هنا؟ هو على هنا يتجوز ونحن بنتبكلو بنتبكلو. بدك نصيحتي لا تتبكلو ولا تروح على العرس من أساسه. لا يا جودة لا بعرفك فهي معقولة بدك يهون لجماعية تبع لنا؟ لا واجب هذا الواجب واجب. أخي نصيحتي ما تروح على هالعرس، ما تروح، عزموك شي لحتى تروح. يعزموني؟ وليش لا يعزموني؟ كل عمر نروح بالعزيمة، هلا صار بدنا عزيمة. بس هالمرة غير شكل، هالمرة عاملين عزيمة لأنه أهل العروس هيك مشترطين، قال بدهم عزيمة هيك العادة عندهم تحت. شو هاي الكرة قاتبين السيد جودة أبو خميس وحرمه المصعود، أنت ما بعطين لك كرة. أقعد شو فيها نزعل من الجماعة يعني بيكونوا هلاك مشلوشين أو نسوا يتحشوا اسمنا، خلاص خيو من روسا ولا عرس نلتقى هونيك رو رو خلعوا. ديبا حكي لنا. يلا خير؟ بيت أبو أعقور عزمونا على العرس، خلي الكرة معك. ها بس ما عزموا ولا اسعار، قال لانه ضيوفهم كلهم عليهم القيمه وناس تقال ما بدهم يشرشحوا حالهم بجاية هالهبه. يا عزو ليش عزموا كلك لكا؟ ليش انا مثلولا؟ ولك العمى بعيونا عيونا انا مثلولا؟ مثلو انا؟ اخرسي 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 خليني اقول لك قبل ما انسى. شو بدك؟ بتفهمي بديعة بطريقتك تخليه ما يروح على العرس لأنه أسعد بده يروح على العرس نعزمه ولا ما عزمه خايف يروح لهونيك يقوموا بيت أبو أعقور يكسروا له بخاطره. شفقان علا؟ شفقان علا؟ وليش لحتى ما أشفق علا يعني شايفتيني صنم قدامك ولا حجر بارد؟ ما في بقلبي رحمة ولا شفقة. اشفق علي لك ليش عم تشفق علي ولا أسعد أحسن مني؟ شوفوا لها السمعة اسمعوا لها الشوفة ولا؟ ليش انا عم بفلح عليك من الصبح للمساء يعني؟ الكارة نكارة ولا؟ ولك اكله عم اكله، شربه عم شربه، معيشك بعصر، مشعل لك صبيع شمور، يلا روحي من وشي، روحي من وشي. قال اسعد خرشوف بتلاقى؟ يا حبيبي عيونك شو ما عندك نظر؟ شو جاب الطز المرحبا؟ ماشي العمى في جوز عيونهم العمى هلا اسعد صار بده يخجلهم لبيت ابو اعقوب هيك حكوها وبيقول لك جوده لتخلى الاسعد يروح مشان ما ينكسر بخاطره انت بتعرفي لبيت ابو اعقوب ما بيستحوا يا اختي ما بيستحوا والله العظيم مثل ما بيقول المثل ما بتجيك اللفطة القوية إلا من الكر الضعيف هلا أهل هبابين بيت أبو أعقور شايفين حالهم علينا ماشي ماشي قلت هبابي هاي هبابي لك أم هبابي كيفك كيفك أنت تقول يا هبابة تطبعي ولك بدي أحاج ما عليتي لي قلبي عليتي لي قلبي شوي كنت ما كنت إذا جماعة نسيونا بالغلط نحرد نحنا مثل لوض صغار حاجة بقى لك كيف نسياني لك بالغلط اجوا عزمهن لجودة هيك مروا قدام باب دارنا لو نسيانينك كانوا تذكروك إيه بديعة وقت العرس الإنسان بينشلش بينشلش لأنه في كتير عالم معازيم عادي أنا ما نزعل منه قيته خلطيني بقى يا عاصي بديعة روحي وشو رأيك إنهم هن معازمينك لأنهم ما عاملين لك قيمة وما بالغلط وعن قصد كمان شو؟ بيقلك الحكيم له جودة جودة سألهم قال لهم ليش معازمينه لأسعد هن قالوا له هذا الحكي تخيلي يضربوا هن ويعرسون اشو عرس بختار التخريمة هو عش هالبغل لا راح ولا اجا بس
ولا ازعل. شو؟ بطلت قيمة هالقلب. اساسا من طيبة قلبك ما حدا عامل لك قيمة. قيمة شو انت الدنيا بلاي؟ هذا الخرج عملوا قيمة لحدا؟ يعني اذا الواحد او فرنكها، اذا عملوا له قيمة بصير حقه نص فرنك بسوق الغلاء. والله العظيم شباب. شباب كله عامل الطب جاو. ليش ما رحت على العرس ولا اسعى؟ لا ما رحت. ليش ما انتبهت علي اني ما كنت؟ لا والله ما انتبهت. طيب ليش ما رحت؟ ما بعرف، انا كنت بدي اروح بس اني ما عزموني. ليش بصير هيك يعملوا عرس دون ما يعزمونا بلا؟ اي بصير، ليش حتى ما يصير؟ ليش وحضرتك وزير لحتى ما يصير العرس بلا؟ لك لا يا اخي، انا ما قلت حالي وزير، بس هي لازم يكون وزير لحتى يعزمونا. اسعد انا ما فاضي لا لك ولا لمشاكلك، حل عني. لا تواخذ تصوالح، تقلنا عليك. الله معك. يا ابوي ما بدهم يعزموك، ما بدهم يعزموك، شو من اللي عزموهن غصبا عنك؟ ما مش هيكون غصبا عنهم، ما غصبا عنا، بس بصير يعملوا هيك عرس ما يعزموا العالم. لك يا عيوني يا حبيبي يا زرنطيطه، عزموا العالم. ولك يا ابني مين قال لك ما عزموا العالم؟ ايه وانا شو يعني؟ ماني عالم يعني عالم؟ عالم ولك ابني عالم، عالم ولا سعيد بينال عنك ما عالم يعني؟ ايوه شفت، انت قلت انه انا عالم وانت مختار وعندك ختم وبالحكومه قلت انا عالم وحطيتني مع العالم واعترفت فيني. ليش هذوك العالم وقت عملوا عرس ما عزموا هذول العالم، ما عملوا قيمه لهالعالم هذول؟ ليش؟ ولا ابوي ما بدهم يعملوا لك قيمه. شو لك عندهم؟ يا اخي انا حرين، ما معتبرينك عالم ولا بدهم يعملوا لك قيمه. لك عندهم ضربه لازمه، حلوا لها حاجه بس تعوا حالكم. على ماشي، اذا ما بخليكم يا اهل ام طرافس تندموا وتعدوا اصابعكم ندم، ما العشره العشرين انا ما بكون اسعد. اسكت اسكت تشتروا له لك العالم السرمايه ناقصه وسخ جريات. طب والله طلع عليكم شو واطيين. باكولا ليش مانك على الحشيشه؟ شو قابع رحماتك؟ لا ماني على الحشيشه، انا زعلان وحزين. ليش حزين بقى؟ ميت لك شي حدا لا سمح الله؟ لا ما ميت لي حدا، بس شايف لك اولاد الرضيعه ما حدا عامل لي قيمه. وعلى شو بدهم يعملوا لك قيمه ولا فصيص؟ لتكون مخترع القنبله الذريه حضرتك. لا ما هيك، بس انا انسان، انسان انا ما نجحش. بعدين دخيلك يعني جوده مخترع القنبله الذريه وما لنا خبر. حريص سنتك وقد بدك تتفصحان، نقلع من وشي ولا بعد؟ عم يدفش على اساس انت مخترع القنبلة الذرية. بسيطة، الا ما يجي يوم اخترع انا. اهلين شعري، حول اشرب متى. اهلين. اشبو اشبو. شيك بوزاي العمل اهل ام الزرطه. هاي شباك اسعى؟ ماشي ما جبت شيء. لا فشي قل لي. لا ما في شيء، ما راح اقول لك شيء. قولوا له شو صاير معك شباب؟ طاري ما بس بنت اقول ما عاملين لي قيمه، كل الضيعه ما عملتي لي قيمه، ليش ما بعرف؟ عشو بدهم يعملوا لك قيمة دخلك؟ عطولك إلا عجمالك ولا مخترع القنبلة الذرية وأنا ما بعرف؟ إيه صرعتوني بهلا قنبلة الذرية جبتكم. معلش شو الفرق بيني وبينه؟ شو عاملين أحسن مني؟ مش هن أحسن مني؟ دياتي مثل دياتهم، جرياتي مثل جرياتهم، شعري مثل شعرهم، الفرق الوحيد يمكن صوتي، صوتي أحلى من صوتهم بس هيك. لك خلص له، طول بالك بقى، طول بالك خلاص. ما راح طول بالك. وانا رايح وماني راجع لحتى اخترع القنبلة الذرية. ارتحتك.